السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتلاقى في مي لايف توثيقي جديد لإبداعات خرطومية، لأن أنا جغرافيا في الخرطوم. للأسف ما شايل معايا السماعة، فبحاول أتكلم بصوت عالي أو ما أتكلم كثير. الجدارية اللي قدامي دي بتحكي عن نفسها، خلينا نشوفها مع بعض. هي موجودة في المكان ده، أنا في نفق عفرة اللي هو نفق شارع المطار يعني، لكن بتقال نفق عفرة إنه هو قريب لي عفرة طبعا. خلينا نشوف مع بعض الجدارية. علم السودان القديم بادي من بداية النفق هناك لحد نهايته، عاش معانا. شايفين اشكال الحيوانات دي؟ طبعا ما في حل اصور في النفق دي لو العربات ماشيه، فمعليش يعني. الحيوانات دي هي بترمز لحياة الحيوانات، كانت في السودان، طبيعة السودان تبع البايودايفرسيتي المعروف لنا، سواء كان غطاء نباتي سواء كانت مملكة حيوانية. علميا نحن تابعين للمملكة طبعا. زبرا، دونكي، حمد السلام، كان ميزان. طبعا ما في طريقة أقف بالجهة الثانية أتحرك، عشان الحركة صعبة شوية مع العربات المندفعة دي. الرياضة تاكوندو أو كاراتيه أو كونفو. مسرح قاعد برز من مسرح طوالي. جمباز. الحياة ماشية بالشكل ده. من الطفولة بابو يكبر شوية، يكبر شاب، كهولة، شيخوخة أو كهولة. الجدارية طويلة يعني شديد، فيستحمس في العربات. شهيد نكشة. يا يما ما تبكي خلي الوطن يبكي. علم السودان القديم الأصلي بتاع الاستقلال مزين الحتة كلها. الجدارية بتبدأ من هنا. الكنداك اللابسة علم السودان شكل حلق. Live and peace. Love, sorry. Love. Love and peace. الجدارية كلها حتكون، التوصيف بتاع الجدارية حيكون صوت عربات كلها. معلش ازعاج. هنا انا محتاج اضاءة اكثر طبعا. الجدارية من هنا حرية. بالجهة الثانية ما في حاجة، الحتة دي تقريبا جدا بتلاقينا طبعا. حرية، كان الزاحفين ديل كاتبين تحت لكن شطبت الحمد لله بالزحف الاخضر الاهبل بتاعهم ده بتاع الكيزان. اعضاء الله زي ما كنا بنقول في القياده، لا اله الا الله، الكيزان اعضاء الله. جوا مكتوب حريه سلام وعداله، ما اعرف دي تبع جداري اصلا كانت ولا كتبها زول بفحمه. الخط العربي جميل جدا طبعا.
بعدين بعد ما اخلص اللايف واشوفه اذا لقيت انه الجداريه ما واضحه بسبب الاضاءه ممكن اعملها تاني، ما في مشكله يعني. تكون جدارية نفع افراغ النهار. ده قطع من افكار كثيره، مزيكا و هنا بادي ولا بي بوي، بي بوي طيره امامه، عرفت هذا شو؟ كندكات الحال في الفن، التوب صغير هناك قاعدين تقروه. التوب الابيض برمز المرأة العاملة. في رجال هناك ممكن تكون ولا صلاح. هنا ما في حاجة. في كتاب الطباشير ما رسمة ما اكتملت. جاي سكتين في الأيام الجاية. الحلف في البل برضو تعبير الحلف في البل بقى ملهم للتشكيلين، الحلف في الفن بقى ملهم للناس التكنيشن والانجينيرينج، بيقول الحلف في التقنية زي ما كان بيقول في سايتكس، معرض سايتكس هناك الحلف في الفن. الحمد لله هنا الإضاءة كويسة فبقى تظهر الجدارية أوضح. أحمد وعاطف شغل الجدارية دي، جزء من الجدارية. عاطف من أجل صباح نشقى أياما وليالي، حقيقة فعلا حرية وسلام وعدالة مكتوبة بالطباشير. هنا ما في حياة واضحة كده غير الشخبطة في الحيطة دي، برضو ده الفنانين لكن ما اللي يشتغل الجدارية طبعا علم. دي أماني صلاح مرة ثانية. الجزء القدام من الجدارية ما فيه الباقي ده ما في هنا، ما في رسمات موجودة جدارية. هي جدارية حلوة، أنا بتمنى إنه تكتمل التفاصيل الفاضية دي تتلون. في حاجة حلوة لقيتها مكتوبة هنا، نقشوب قال شنو؟ قال 19 ديسمبر 2019 عيد الثورة الأول. كانت لفتة بارعة، افتكر هي جدارية رسمت في عيد الثورة فعلا في ديسمبر 19 ديسمبر اللي فات 2019. هناك في النفق في الحتة المضوية في النفق دي في باقي جدارية واضحة، لكن عندنا جزء على الشمال ظهر لنا فحنتابعه سوا مع بعض. انا بتمنى يصرف الإضاءة معانا. نازل مبدعين شديد، عرفت اقرا الكلمات شنو؟ بادي من هنا كل مرة بقول اجي نفق افراد بدري يوم جمعة ولا يوم سبت
الشتاء ده بكون نازل السماء جو الشارع بكون فاضي، لكن ما يكون فقط. فالليلة استغليت ان انا جايب الشارع ده، فقلت يلا اكمل انتهي من الجدارية دي، لان كل مرة حاقول حاصلها وما حاصلها، خايف بعد ذاك هي تشخبط، هي بدأت فعلا تشخبط فيها، لكن خايف تشخبط اكتر من كده. دي بتذكرني بالافلام بتاعت الانيميشن، مع اني ما بحبها شديد، الافلام معينة فيها عجبتني طبعا، لكن انا ما من يعني من الفانز بتاع افلام الانيميشن بصورة عامة. يعني لو خيرت بين كم فيلم فيهم انيميشن بختار الفيلم الثاني. ولا صلاح ظهر اثنين ثاني، الخرتيت ده او وحيد الغرني ده كان في فتره من الفترات هو شعار ولاد الخرطوم او الشعار الصامي بصوره عامه، ما متاكد من المعلومه، لكن هو كان شعار تابع يا للخرطوم كولايه او للسودان كله قبل الطائر الرسام او السكرتيري بيرد زي ما يقولوا بالانجليزي، طائر السكرتيري اللي هو صدر الجديان، ليس شعار السودان يعني مع العلم طبعا. كفه المقبوضه الجدارية طبعا بجاي وبجاي حتى الموضوع دي، أبغى أصور العمود ده قبل ما أكمل الجدارية اللي هناك، ما حيكون واضح أكيد لكن بحاول غايته إن شاء الله يظهر بعدين لما ترفع أكمل الجزء ده هنا. الفيل ده من الشباب اللي اشتغلوا الجدارية دي، طبعا ظهر هنا في صور للشهداء حاجيها بالجهة الثانية، شهدائنا هم اقرب منا جميعا. افريقيا جميلة، طبعا اهلنا في اهلي في كردفان في الغرب تقريبا، طنبور اهلي في الشمال وفي النيل الازرق الدنيا حاجات حلوه. انا ما عرفت هو قاصدين الحوت محمود عبد العزيز وبوب مارلي ولا بيشبه زيجي مارلي برضه طبعا، اوعى يكون ده النميري، بس اوعى يكون ده السفاح المخلوع جعفر محمد نميري. الشمس دي ذكرني بالناس الانديز، قبائل الانديز عندهم الشمس والحياه دي، الانكا بسم الله عفوا الانكا بلو مطر، تحيد مكتوب بلو مازر او مطر مازر مازر صنفوره. الناس دي لنا يعني الناس اللي تابعوا جداريتي فات اللي علاقه بالتيم اللي عند شعار الحرف الفن بيلقى اسم صنفوره دي، بس كم واحد من الشباب اللي اشتغلوا جداريه دي نيو سودان فور اول يا ريت والله. العداله دائما بيرمزوا العداله بسيده مغطيه وشها عشان يكون في بيص ماسك الميزان. جداريات حلوة وإبداع شديد، ثائر لابس علم السودان، أما موز سودان إست ولا إست كلمة زي من لغة تانية من إنجليزي طبعا. في كتابه ما ظهر انا ما اعرف كان شنو بعدا الافريقي سيدات من اهالي جنوب السودان تقريبا او جبال النوبه، لكن الاغراض اللي شارب المربوط فوقها ديري الجنوب في الغالب. السودان علم شكل قلب والجنحين بتاعته العلم القديم،
دي وردة وحاجة ثانية وجيزو عظام. صنفورة متأثرة ب آدمز فاميلي أفتكر، وده دايما بيجي لي شكل البعاد والحاجات. أنا ما بذكر الأفلام دي والمسلسلات، طولت منها. ثائر صغير شايل العلم. طيب ده الجزء من الجدارية اللي مرينا عليه قبل شوية، قطعت الزلط عشان أخذ الجزء الثاني من الجدارية اللي فيها صور اللي هم أكرم منا جميعا. زي ما لاحظوا إنه أنا على مستوى جسمي جدارية كبيرة أعلى أطول مني يعني، فتفتحيها للشباب والشابات والتشكيلات والتشكيلين، سواء كانوا هو أو محترفين اللي عملوا الشغل العظيم ده وجملوا شوارعنا الكئيبة وحيطنا الكئيبة بالرسومات الحلوة دي، اللي هي مازجت بين توثيق لثورة ديسمبر المجيدة ولتحف فنية ما لي علاقة مباشرة بالثورة، لكن فيها الترميم الجميل ده. افتكر ده ناس اسمنا سلوي عندهم حاجات زي دي. نجي للجهة الثانية في نفس الصعيد نشوفها مع بعض. إبداع شديد. السودان 2020 علم السودان شايلها الفيلة. الفيلة طبعا من الحيوانات المشهورة كانت في السودان. أنا ما أعرف هسي ماشي على الغراض أو لسه فيها جزء باقي، لأنه تجارة العجز إن الفيل دي خلت يحصل يعني الفيلة من الحيوانات المعرضة للانقراض. ما أعرف هل لسه في السودان فيه ولا ما فيه. غير الحروب في الجنوب بتكون طفشت الحيوانات دي، في جزء منها مات. فعلا هي بتوثق لشهدائنا زي ما توقعت. الشهيد وليد عبد الرحمن، الشهيد مآب، الشهيد صلاح، الشهيد عباس، الشهيد سار عبد الباقي دي سبتمبر طبعا 2013. العظمة نشوفهم واحدة واحدة، حقهم علينا أقل حاجة. الشهيد وليد عبد الرحمن تعمل شغلكم، نحن نعمل شغلنا اللي استشهد بعد الاعتصام، شهداء ما بعد المجزرة الاعتصام. مآب أول شهدائنا في الاعتصام. الشهيد صلاح، الشهيد عباس، صورة عباس فرح يعني الرسمة قريب ما قريبة للشديد، لكن دي فكرة عامة، خصوصا انه مرسوم بالطاقية طاقية البرهانية، ف هيتعرف انه عباس يعني. الشهيد سار عبد الباقي، ايوه الرسمة قريبة لها شديد. شهداء هبة سبتمبر، ربيت قبل شهداء هبة سبتمبر وديسمبر. عظمة عظمة ما اعرف ملابس سهلة ولا بيجي مع التشكيل ولا مزبوطه. ربي يتقلد بالعظمة وسارة وعباس فرح وصلاح وباب وليد عبد الرحمن وصورة الشهيدة اللي لسه ما اكتملت دي. ويتقبل كل شهدائنا اللي شملتهم الجدارية والما شملتهم طبعا، هم أكرم منا جميعا، لازم نجيب حقهم. ما حقول مو زيهم، لأنه هم ما يستشهدوا عشان الشهادة، هم يستشهدوا عشان الوطن ده حاله يتغير يبقى أحسن. فنحن نكمل رسالتهم، نكمل مسيرتهم، نحقق لهم الشيء كان نفسه فيهم. أكيد هم لو كانوا
يجوا الشيء دايرين انه وطلع له الشارع بدون ما يفقدوا ارواحهم او يقضوا قطره دم واحده، كانوا بيعملوا كده اكيد طبعا. ده ما تقليل من شانهم ومشاهدتهم، لكن ما كلنا بنحب الحياه دي، حاجه طبيعيه. كلنا ما هدفنا الموت، هدفنا انه نحيا عشان نحقق احلامنا. لكن هم كانوا شجعان وقابلوا الموت بكل بساله وبرحابه صدر وبصدور عاريه قدام القوى العاريه، القوى الباطشه، الطلقه الجبانه اللي اخذت حياتهم. ربنا ينتقم من المجرمين القتله والقتلوا بيدهم اول، كانوا هم وراء عمليه القتل دي، يعني التصفيه الجسديه. الحر الحرفي يعمل بيديه، والمهني بعقله، والفنان بقلبه وعقله ويديه. اكيد هنا في تفاصيل ما لي علاقه بثوره ديسمبر، لكن حاجه حلوه وجات مع الجداريه فحنوثقها. الجهه الثانيه في جزء من شهدانا اقلب الكاميرا بعد ما اقطع الصوت اشوف الجزء الثاني. هنا كان في اعمال غير مكتمله زي ما شايفين. الجدارية دي بتاعت نفق عفراء ما زجت من شهداء سبتمبر وهبت سبتمبر وشهداء ديسمبر. الشهيد دكتور صلاح سنهوري صيدلي 2013 في بري طبعا. ما بيجبه صلاح سنهوري شهيد، لكن فيه ملامحه. بكده يكون المية الله توفيقي للإبداعات اللي شفناها مع بعض في نفق عفراء انتهت من ناحية توثيقية. أنا شاكر لكم شديد حسن المتابعة. نتلاقى في مية الله توفيقي جديد لإبداعات خرطومية، لإبداعات برمانية، لإبداعات بحراوية وثقت لنضالنا، وثقت لثورتنا، وثقت ل دورة ديسمبر أكيدة لشهداء سبتمبر لشهر رمضان للمجزرة للاعتصام لكل الحراك الثوري الإيجابي العمل الشعب العظيم ده شعب المعلم. نتلاقى في مضيف توثيق جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.